السلام عليكم، معكم الأستاذ طالب علاء، أستاذ العلوم الفيزيائية. مرحبا مرة واحدة أخرى في فيديو رقم 18 للعلوم الفيزيائية. في هذا الفيديو نطرق الوحدة جديدة للتحولات النووية. أول معلومة لازم تعرفها تحولات نووية هو أنه درس تاع فيزياء ماشي تاع كيمياء، وأنه الوحدة هذه مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول ندرس فيه التحولات التلقائية، الجزء الثاني ندرس فيه التحولات المفتعلة. في التحولات التلقائية ندرس النواة كيفاش تتفكك تلقائيا باش تولي نواة واحدة أخرى أكثر خفة واستقرار. وفي الجزء الثاني ندرسوا تفاعلي الانشطار والاندماج. تبع معايا نطرقوا مع بعض الوحدة هذه، نسيوا نفهموا الماكسيموم ما تحفظ والو، وبإذن الله باش تولي لجندري في المادة. هكا تبع معايا صح. في الجزء هذا الثاني لتحولات نووية، أول حاجة لازم نعرفها هو رمز النواة. أول حاجة لازم نعرفها هو رمز النواة. لازم نعرف النواة وشنو هو رمز تاعها، كيفاش نرمزها في هذه الوحدة. النواة الرمز تاعها يكون من الشكل X A Z. النواة الرمز تاعها يكون من الشكل X A Z، بحيث هذا X يسمى برمز العنصر الكيميائي، ولا رمز العنصر اللي يحدد لك طبيعة النواة اللي تدرس فيها. إذا كان كربون تلقاه C، إذا أكسجين تلقاه O، إذا هيدروجين تلقاه H، وما يشبه ذلك، مجرد تسمية. الأ يسمى بالعدد الكتلي، A يسمى بالعدد الكتلي، زد يسمى بالعدد الشحاني، زد يسمى بالعدد الشحاني أو الرقم الذري. اسمح لي أن أسمع بالنواة تكتب من الشكل X A Z. X هو رمز العنصر، A واسمه العدد الكتلي، زد واسمه العدد الشحاني. لازم نعرف ثاني على مستوى المجهري تاع النواة، في النواة ولا في الذرة تاعك فيها نواة مركزية، فيها نواة مركزية. هذه النواة المركزية قبل ما تكون محاطة بالمدارات تاع الإلكترونات، راهي محاطة ببروتونات ونيترونات، راهي محاطة ببروتونات ونيترونات، وكاين تماسك ما بين البروتونات والنيترونات. باش هذه النواة عندها يدور عليها مدارات، المدارات هذو ما يكونوا يتحركوا فيهم الالكترونات بسرعه كبيره وما يشبه ذلك. سما هكا تكون النواه تاعك. هذا هو الرمز اللي تظل تشوفه في الكتاب تاع الفيزيك وما تفهم فيه والو. المهم عباره عن نواه مركزيه متماسكه فيما بعضها مع البروتونات والنيترونات. هذوك النواه كومبلي داير عليها مدارات، المدارات هذوك فيهم الالكترونات. صح. انا واش يهمني هنا على عطيتك هذا الشكل باش تفهم حاجه، باللي النواه عندها بالضروره عدد من البروتونات وعدد من النيترونات. كي تجمع عدد البروتونات مع عدد النيترونات تعطيك عدد يسمى بعدد النيوكليونات. عدد البروتونات زائد عدد النيترونات يعطيك عدد يسمى بعدد النيوكليونات. هذاك النيوكليونات منين نجيبه؟ هو نفسه A. عدد النيوكليونات هو نفسه A، اسمه هذا A ليسمى بالعدد الكتلي يمثل عدد النيوكليونات، يمثل عدد النيوكليونات. النيوكليونات اللي هما بروتونات زائد نيترونات. A يمثل عدد النيوكليونات اللي هما بروتونات زائد نيترونات. متفقين؟ سما كي يقول لك ماذا يسمى A؟ تقول له يسمى بالعدد الكتلي. كي يقول لك ماذا يمثل A؟ تقول له يمثل عدد النيوكليونات. شكون هما النيوكليونات؟ هما كي تلايم كاع البروتونات مع النيترونات. سما إذا عندك نواة فيها زوج بروتونات واحد نيترون، ولا العكس واحد بروتون وزوج نيترونات، سما كلش عندها ثلاثة نيوكليونات اللي هو المجموع تاع عدد البروتونات مع عدد النيترونات. زد يسمى بالعدد الشحاني ويمثل عدد البروتونات. زد يسمى بالعدد الشحاني ويمثل عدد البروتونات، يمثل عدد البروتونات اللي هو بي. في نفس الوقت يمثل عدد الالكترونات. محسوب النواة تاعك اذا عندها عدد معين من البروتونات، زعما النواة عندها 8 بروتونات بالضرورة عندها 8 الكترونات، اسم هذا زد يمثل عدد البروتونات وفي نفس الوقت عدد الالكترونات. عدد الالكترونات فكرة ما ركزوش عليها بزاف مادام راك قسم نهائي. العدد زد اللي يمثل عدد الالكترونات كنا نسحقوها بزاف في السنة الاولى كي كنت دير المدارات وتوزيع الكتروني، لحد الان هنا ما تهمناش. زد فيما يتعلق بالنيترونات، دونك مادام عندي نواة معينة، مثلا عندك نواة نقولوا كلور 35 17، شحال فيها من نيوكليون؟ هذه فيها 35 نيوكليون، اسم A يساوي 35. شحال فيها من بروتون؟ هذه فيها 17. شحال فيها من الكترون؟ فيها 17. سما تلاحظ باللي الأ هو عدد النيوكليونات، زد هو نفسه عدد البروتونات وعدد الالكترونات.
هنا هناك قلنا زد هو عدد بروتونات أو عدد الإلكترونات أو عدد الإلكترونات إلكترونات إيوة سيما. مثلا حبيت نجيب النيترونات، حبينا نعرفوا شحال النواة تاعك فيها من النيترون. دوك تعرف بالك بلي الأ هو عدد النيوكليونات، زد هو عدد البروتونات. دوكا النواة تاعك كي عندها عدد من النيوكليونات تكي تنحلها بروتونات واش يبقى؟ يبقاو النيترونات. معناها انت النواة تاعك اذا عندها 35 نيوكليون وعندها 17 بروتون، تحب تشوف شحال عندها من نيترون، روح دير 35 ناقص 17. اسمع، عدد النيترونات هو أ ناقص زد، عدد النيترونات هو أ ناقص زد. اسمع، هو الفوقاني ناقص التحتاني، هذا يمثل عدد النيترونات. سيما اسمع، هنا عدد النيترونات تاع هذه راك تعرف 35 ناقص 17، جامي تحسب براسك احسب الآلة حاسبة تعطيك 18. سما نواة الكلور تاعنا فيها 35 نيوكليون، فيها 17 بروتون، فيها 17 الإلكترون، وفيها 18 النيترون. هنا اسمع، غير من رمز النواة تقدر تعرف النواة تاعك شحال فيها من بروتون، شحال فيها من إلكترون، وشحال فيها من نيوكليون، وشحال فيها من نيترون، غير من رمز النواة اللي هو إكس أ زد. إكس يسمى برمز العنصر، أ يسمى بالعدد الكتلي، زد يسمى بالعدد الشحاني. أ ليسمى بالعدد الكتلي يمثل عدد النيوكليونات اللي هما بروتونات زائد نيترونات، هما بروتونات زائد نيترونات. الزد ليسمى بالعدد الشحاني يمثل عدد البروتونات، في نفس الوقت يمثل عدد الإلكترونات. كي نحب نجيب نيترونات، النيترونات هو أ ناقص زد، اسم الفوقاني ناقص التحتاني، تجيب به عدد أن للنيترونات، اسم أن هو أ ناقص زد. تعطيك مثال هنا، مثلا عندك نواة الكلور 35 17، فيها 35 نيوكليون، 17 بروتون، 17 إلكترون، و35 ناقص 17 تعطيك 18 نيترونات. هذا كلش فيما يتعلق بالنقطة الأولى. هذه النقطة باش تكون على بالك، هذه مجرد إشوف مبركة للوحدة هذه. اسم النواة تاعك لازم تعرف بلي تكتب من الشكل X A Z. دوكا نروحو النقطة اللي موراها. اثنين، لازم نعرف واش معناتها النواة المشعة، لازم نعرف واش معناتها النواة المشعة. شان نشرح لك ناحية هذه الفكرة، باسكو الجزء الأول كومبليت عن النووي أنا نقراو فيه غير على جال هذه النواة. نحسب هذه النواة المشعة اللي راهي يصرى لها تفاعلات نووية، وندرسوا مع بعض على يصرى لها تحولات ولا وقتها نتلاقاو بها. شوف، أغلب الأنوية اللي كاينين في الطبيعة أنوية غير مستقرة، أغلب الأنوية اللي كاينين في الطبيعة أنوية غير مستقرة. دوكا كاين بزاف تلاميذ اللي تلقاه يدرس في الوحدة الثانية اللي هي التحولات النووية، ويبقى يستعمل كلمة أكثر استقرار، نواة مستقرة، نواة غير مستقرة. بصح كان تسقسي ولا ما جايب خبر كاع الاستقرار وراهو وين وقتها تكون مستقرة وقتها ما تكونش مستقرة. سما تبع معايا نسيو نفهموا مع بعض. وقت النواة تاعنا تكون غير مستقرة عندها بزاف أسباب على النواة تكون مستقرة. من بين هذو الأسباب لازم نعرف بلي لكل نواة عندها طاقة، لكل نواة عندها طاقة، هي اللي هذيك الطاقة تدعى بطاقة الربط. هكا كل نواة عندها طاقة، هذيك الطاقة اللي هي اللي تخليها تقدر تتماسك مع عدد معين من النيوكليونات. نعطيك مثال تبعتش معي. مثلا عندي نواة البلوتونيوم PU 241 94، عندي نواة البولونيوم 210 84، عندي نواة المولبيدان MO 102 42، عندي مثلا نواة الألمنيوم 27 13. ثم تلاحظ معايا بلي كل نواة من هذوما الأنوية عندها عدد معين من النيوكليونات وعدد معين من البروتونات. اسكو تا كتلميذ لازم تعرف الأنوية هذوما كاع شحال الأ تاعهم وزد تاعهم؟ لا لا. هكا اسمع، كاين بزاف أنوية تستعملهم في التمارين، هو يعطيك كلش. اسمع، لاحظ هنا بلي الفرق ما بين هذوما، راني مس تفهم لك على حساب عدد النيوكليونات. تلاحظ معايا بلي البلوتونيوم عنده 241 نيوكليون، البولونيوم عنده 210، المولبيدان عندها 102، والألمنيوم عندها 27 نيوكليون. الفرق ما بيناتهم هنا بغض النظر على عدد النيوكليونات راهو يكون في الطاقة، وناوي يكون في الطاقة. لازم تعرف بلي النواة تاعك قد ما يكون عندها بزاف نيوكليونات قد ما تسحق طاقة كبيرة باش تقدر تتماسك فيما بينها.
النواة تاعنا قد ما يكون عندها عدد كبير من النكليونات قد ما لازم تكون عندها طاقة كبيرة باش تقدر تتماسك فيما بينها. وبعدها نشوفوها هذو الطاقة ونتعلموا كيفاش نحسبوها مع بعض في الجزء الثاني تاع التحولات المفتعلة. لحد الآن ما زلنا غير في الجزء الأول التحولات التلقائية. فهم ليه هذا الدرس ما نروحوا الجزء الثاني، متفقين؟ صح. هذه واش حبيت نفهمك بربلي، كل نواة عندها عدد من النكليونات هكا. النكليونات هذا قد ما يزيد قد ما النواة تسحق طاقة كبيرة باش تقدر تشد هذاك العدد معين من النكليونات هكا. دوكا هذيك الطاقة واستدعى بطاقة الربط اللي قلنا نتعلموا نحسبوها في الجزء الثاني مع بعض. هنا لازم نعرف باللي كي يقول لك مثلا في التمرين يسقسيك يقول لك بما تتعلق هذه الطاقة اللي هي طاقة تماسكنات فيما بينها، تقول له تتعلق بالعدد الكتلي أ. العدد الكتلي أ قد ما يزيد قد ما الطاقة تاعو تزيد. سمعنا بلا ما تحسب طاقة، باينة باللي الطاقة الكبيرة كاع هنايا هي الطاقة تاع البلوتونيوم هكا اللي هو البي إي، باسكو عنده 241 نكليون. هذا عنده طاقة خلته يقدر يتماسك غير مع 27 نكليون. سمع عنده طاقة ضعيفة بارابول الأنوية اللي راهم من الفوق هكا. صح. تلقى منك النواة تاعك، دوك احنا متفقين عليها نواة تسحق طاقة، النواة تسحق طاقة باش تقدر تتماسك فيما بينها مع عدد معين من النيوكليونات هكا. تلقى منك هذيك النواة إما يكون عندها فائض في الطاقة. وش معناتها فائض في الطاقة؟ هي يشد عدد من النيوكليونات. تلقى النواة تاعك يشد عدد معين من النيوكليونات هكا، وتكون عندها طاقة تقدر تشد بها عدد أكثر من هذاك العدد. مثلا نقولوا عدد البولونيوم 210، نقولوا بلي عنده طاقه تقدر تخليه يشد 212 نيوكليون. بصح واش راه عنده 210؟ اسمه بولونيوم عنده 210 نيوكليون، بصح عنده طاقه تخليه يقدر يتماسك مع 212 نيوكليون. اسمه عنده طاقه زياده. هذه نعطوا لها الفكره وين النواه تكون عندها فائض في الطاقه، وين النواه تكون عندها فائض في الطاقه. هنا سمع النواة هذيك تلقاها تقدر تتقبل ولا تتحوس على عدد النكليونات كثر غير باش تقدر تعمر هذيك الطاقة ولا تستهلك الطاقة زيادة هذيك اللي عندها. واضحة؟ هذه النواة كي تكون عندها فائض في الطاقة نواة تدعى بغير مستقرة. هذه حالة من حالات. في نفس الحالة كاين كيف تصير العملية هذه بالمقلوب. تلقى النواة تاعك مثلا كيما هذا بي 241، تلقى بالك يقدر يشد مثلا نواة معينة تلقى يقدر يشد غير 239 نكليون. بصح هو شحال عنده؟ عنده 241. اسمها هذا ما عندوش فائض في الطاقة، عنده نقصان في الطاقة ولا عنده فائض في النيوكليونات. عنده فائض في النيوكليونات. سمعت تبع معايا غير بشوي الفكر. هذو مجرد امثله باش تبع معايا. قلنا نواة اغلب الانويه اللي كاينين في الطبيعه انويه غير مستقره. وش معناتها نواة غير مستقره؟ النواة تدعى بغير مستقره لعده عوامل او اسباب، من بينها تكون عندها فائض في الطاقه. وش معنى فائض في الطاقه؟ عندها عدد معين من النيوكليونات بصح هي تقدر تشد عدد اكثر من هذاك العدد. مثلا كيما هذا نقولوا بلي عنده 210 نيوكليون ويقدر يشد 212 نيوكليون، معناتها عنده فائض في الطاقة. سي بون، شغل ماكش تستهلك، دير حسابك زعما كي شغل عندك نقولوا الطونوبيل ترفد ربع عباد وتاك مركب غير ثلاثة. اسمع عندك بلاصة زيادة، فهمنا؟ لا اسمع هذيك زيادة نفس الشيء هنا، هذا راه شد 210 نيوكليون، هو بصح يقدر يشد 212. علاه يقدر يشد 212؟ عنده طاقة تخليه يقدر يتماسك مع 212 نيوكليون. سمع هذه النواة تدعى بنواة عندها فائض في الطاقة. مادام عندها فائض في الطاقة تكون نواة غير مستقرة. تعطيك مثال آخر، قلنا من السبب الأول هو كي تكون عندها فائض في الطاقة، السبب الثاني كي تكون العكس، محسوب عندها نقصان في الطاقة. وش معناه عندها نقصان في الطاقة؟ تلقى مثلا كيما هذا بلوتونيوم، عنده 241 نيوكليون. بصح هو مثلا يقدر يتماسك غير مع 239. سما واش تلقى؟ تلقى عنده فائض في النيوكليونات ولا نقصان في الطاقه. سما باش ما تلفلكش نستعملوا غير مصطلح فائض في واش ولا وشنو هي حاجه اللي كاينه زياده باش ما تلفلكش. النواه تدعى بغير مستقره اذا عندها طاقه زياده ولا نيوكليونات زياده. سما اما تكون عندها فائض في في النيوكليونات او فائض في الطاقه. فائض في النيوكليونات كيما هذه دوكا باغ اكزومبل، كيما هذه عندها 212 نيوكليون، عندها 210 وتقدر تتحمل 212. سما واش دير؟ اما تبحث عن طريقه كيفاش تكتسب زوج نيوكليونات واحد اخرين، او تبحث عن طريقه كيفاش تتخلص من فائض في الطاقه هذيك. سما سما تلاحظ باللي لازم النواه هذه تاعنا تلجا الى حل باش تولي مستقره ما دامها غير مستقره. في الحاله اثنين قلنا كي تكون عندها فائض في النيوكليونات هي تقدر تشد غير 239 بصح هي عندها 241. سما تلقى النواه هذه تاعك اما تتخلص من زوج نيوكليونات او تبحث عن طريقه باش الطاقه تاعها تزيد. متفقين؟
اسمح لها رقم واحد النواة تدعى بغير مستقرة إذا كان عندها فائض في الطاقة أو فائض في النيوكليونات. وتلقى بلي إيش كنقول لك فائض في النيوكليونات؟ السبب غالبا ما يكون في الفائض في النيترونات. السبب غالبا ما يكون فائض في النيترونات. على باش كشوف لي هنا بروتونات شحال كاين؟ 94. النيترونات هو 241 ناقص 94، اللي تلقاها حوالي مثلا النيترونات هذا تلقاها حوالي 147. اسمع عنده 147 نيترون وعنده 94 بروتون. اسمع تلاحظ بلي كاين فرق كبير. ومن بعد نقراو مع بعض مخطط سيغري ونشوفوا فيه واد الاستقرار اللي هو عباره عن مستقيم منصف كيكون ان بدلاله زاد، وين النواه تاعنا تكون اكثر استقرار قد ما عدد البروتونات تاعها يكون كيما النيترونات ولا يقرب للنيترونات. اسمع عدد البروتونات كيكون قريب للنيترونات قد ما يقرب العدد هذا العدد هذا قد ما النواه تكون اكثر استقرار. كما تلاحظ معايا هنا بلي بي او عنده 94 بروتون و 147 نيترون، راه فرق كبير. سمعنا اذا كان فائض في حاجه، الحاجه هذيك واش تكون؟ تكون فائض في من؟ في النيترونات. فهمنا كيما هذا لو كان تحوس على البروتونات تاعو تلقى بلي عنده 13 بروتون، لو كان تحوس على النيترونات تلقاها 27 ناقص 13 اللي هي 14. سما تلقى بلي هنا الالومنيوم ما يكونش عنده مشكل تاع عدد في البروتونات وعدد في النيترونات باسكو ما كاش فائض كبير. دونك انا ما نقدرش وكان النيترونات تولي بروتون ولا العكس ما درنا والو، يبقى العدد تاع البروتونات راه قريب للنيترونات. وقت النواه نقول بلي عندها فائض في النيترونات اذا كان فرق شاسع كيما هنا. تلاحظ بلي النيترونات راهي حوالي كشغل هذه في 2 على 3 ما يعملش نتابل على حاسبه، كاين فرق هنا كبير ما بين النيترونات والبروتونات. من فضلك هذوما النقاط النظريه اللي نشرحهم لك، ماشي الهدف هو انك رجع لك الماده تاريخ وجغرافيا، الهدف هو انك رجعك ما تحفظش وتفهم واش تقرا. اسمع في هذه الوحده احنا ندرسوا التحولات التلقائيه اللي عندها علاقه بالنواه المشعه، اللي مازال ما شرحناش واش معناتها. راني نشرح لك واش معناتها نواه غير مستقره. النواه تدعى بغير مستقره اذا كان عندها فائض في الطاقه أو فائض في النيوكليونات. كي يكون فائض في النيوكليونات تلقى غالبا ما السبب يكون إما فائض في البروتونات ولا فائض في النيترونات. وهذو هما ربع حالات وين النواة تاعك تدعى بغير مستقرة. اسمع واش دير النواة تاعك إذا كان عندها فائض في الطاقة تسي تتخلص من هذيك الطاقة، إذا كان عندها فائض في النيوكليونات تسي تتخلص من هذوك النيوكليونات، إذا كان عندها فائض في البروتونات تسي تتخلص من هذوك البروتونات، وإذا كان عندها فائض في النيترونات تسي تتخلص من هذوك النيترونات. ونقراهم من بعد حالة خاصة باللي فائض في البروتونات وفائض في النيترونات ماشي تتخلص بدون مقابل. نقراو باللي النواة إذا عندها بروتونات أكثر من النيترونات تحوس ترجع البروتون تاعها نيترون. سما تحوس ترجع البروتون اللي عندها نيترون، او العكس اذا عندها نيترونات اكثر من بروتونات تحوس ترجع النيترونات اللي عندها بروتونات. اللي نقراهم من بعد عندها علاقه بنوع الاشعاعات. سما هذا كلش فيما يتعلق بالنواه علاه نسموها نواه غير مستقره. سما تبع معايا هذه نواه غير مستقره، تلاحظ باللي عطينا اسباب علاه غير مستقره وعطيتك دوكا الحلول كيفاش دير باش تولي اكثر استقرار هكا. وتلقى النواه تاعك منك لازم تتخلص من بزاف صوالح باش تولي اكثر استقرار. سما تحول نووي واحد ما يكفيهاش. سما هذاك التحول اللي تستعملوا هذه النواه غير مستقره تلقاها تتفكك وحدها باش تولي نواة واحدة أخرى أكثر خفة واستقرار وتصدر إشعاع. اسمع نعاود، هذه النواة غير مستقرة راهي تتفكك. اسمع مليح معايا، تتفكك وحدها. واش معناتها تتفكك وحدها؟ معناها تتفكك تلقائيا لتصبح نواة أكثر خفة واستقرار. اسمع مليح واش قلت لك؟ قلت لك تصبح لك باش تولي نواة واحدة أخرى، باسكو النواة ما تمدلكش نواة، النواة هي تتبدل باش تولي نواة واحدة أخرى. اسمع في التعريف دوك شوية نقراو، ما نقولوش نواة تتفكك لتعطينا نواة، نقولوا نواة تتفكك لتصبح نواة. اسمع هي تحوس تولي نواة واحدة أخرى أكثر خفة واستقرار. اسمع النواة تاعنا نقولوا بلا تفكك تلقائيا لتصبح نواة أكثر خفة واستقرار مع إصدار إشعاع. اسمع النواة هذه تاعك هي تفكك وحدها باش توني نواة أكثر خفة واستقرار راهي تصدر إشعاع، على بها نسموها نواة مشعة. اسمع سي جامي شخصي يقول لك عارف النواة المشعة، وشنو هما النقاط المهمة اللي لازم نعرفهم؟ نقولوا هي النواة التي تتفكك تلقائيا لتصبح نواة أكثر خفة واستقرار وتصدر إشعاع.
هما كلا تحكي له حياتك تعطي له انواع الاشعاعات، بس كما قالكش اعطاني انواع الاشعاعات، قالك قول لي واش معناتها نواه مشعه. نعاودوا له النقطه الثانيه، قلنا تولي اكثر استقرار، ما قلناش تولي مستقره. على باسكو تلقى من هناك النواه تاعك تكون غير مستقره، تتفكك باش تولي نواه واحده اخرى تبقى غير مستقره. المهم تكون اكثر استقرار من اللي كانت. اسمع، النواه تاعك تتفكك تكون ماشي مستقره، تتفكك قادر تبقى ماشي مستقره، الحاجه ليها ما هي وشنو هي، وانها تكون اكثر استقرار من اللي كانت. اسمع في تعريف ما نقولوش لتصبح مستقره، نقولوا لتصبح اكثر استقرار. اسمع فيما يتعلق بتعريف النواه المشعه، نقولوا هي النواه التي تتفكك تلقائيا لتصبح نواة أكثر خفة واستقرار مع إصدار إشعاع، مع إصدار إشعاع. سما تلقى النواة تاعك تتفكك تكون نواة مثلا إكس أ زد، تولي نواة واحدة أخرى إيكراك أ فتحة زد فتحة، وتصدر جسيم، جسيم خاص بإشعاع معين، جسيم خاص بإشعاع معين. بس كذلك شوية نقرأه بلي كل إشعاع يصدر عنه جسيم خاص به. هذا كل جسيم اللي نقرأه بالجسيم تقدر تعرف نوع الإشعاع اللي يصدر. هذا ما كان فيما يتعلق بالنقطة الأولى اللي هي النواة المشعة، واللي على جرها راك تقرأ في النووي وفي التحولة التلقائية. بس كيف التحولة التلقائية هنا وش احنا نقراو كاع؟ راح نشوفوا النواة كي تفكك وحدها باش توني نواة واحدة أخرى. أنت تتعلم كيفاش تحسب شحال من نوية تفكت، شحال من نوية بقات، شحال الزمن لازم باش بقات باش تبقى عدد معين، شحال الزمن لازم باش تفكك عدد معين، شحال الزمن شحال عندها ملي ما ما ملي تفكت كاع عدد أنوية حتى حاجة معينة. مثلا من بين النقاط اللي تقراها معنا هو النقطة تاع التاريخ. التاريخ اسكو الدرس ولا فكرة الدنيا؟ لا لا، التاريخ مجرد سؤال يجي دائما مع التاريخ، يقول لك احسب مدة زمنية معينة لتختلف طريقة حسابه من تمرين إلى آخر، من فكرة إلى أخرى. سي مون، باسكو عندنا بزاف وسائل باش نشوفوا التاريخ. نعطيك مثال، مثلا قول لي عندنا 10 نوايا، 10 نوايات من زعما من الكربون هكا، ونقولوا بالكربون هذا كي يتفكك او يولي ازوت. اسمع عندي 10 نوايات من كربون، وهذوما ال 10 نوايات مع مرور الوقت راهم يولوا ازوت. واش راح تقرا كاع في الجزء الاول تاع النووي؟ يقول لك مع الاول عندك 10 نوايات، اسمع هذه نعيطوا لها عدد الانويه الابتدائيه. من بعد يقول لك بعد مرور مده زمنيه معينه زوج سوايع احسب عدد الانويات على الكربون اللي بقات. هكا انا نعطيك قانون، تحط فيه 10 نوايات تاعك، تحط فيه الزمن اللي هو زوج سوايع، تحول زوج سوايع هذيك للسكوند بالاله الحاسبه تاعك، تلقى بلي بقات ربعه. اسمع نقولوا بلي بقات ربعه نوايات تاع كربون. يقول لك استنتج انويه متفككه تاع الازوت. انت مادام كانوا عندك 10 وبقاو ربعه، اسمع شحال راحوا؟ راحوا 6. اسمع تقدر تحسب من متبقيه، تقدر تستنتج المتفككه، المتفككه محسوب لي راحت وتفكت. او نعطيك قانون واحد اخر تحسب به ديريكت للمتفككه، باسكو عندنا قانون نحسبوا به عدد انويه متبقيه، وعندنا قانون نحسبوا به عدد انويه متفككه. في العباره تاع عدد انويه متفككه نفس الشيء، نعطيك وين تحط هذيك 10 نويات، نعطيك وين تحط التيزو سوايا، وتحسب كلش تلقى متفككه بلي 6. ولا يعطيك سؤال مطروح بالمقلوب، واش يقول لك؟ يقول لك عندنا 10 نويات، بعد مرور مده زمنيه معينه ما على بالناش شحال، بقات زوج نويات. شفت نفس القانون حسبت بها ربعه دوك شويه، نعطيك زوج نويات اسمها متبقيه، عندك الابتدائيه اللي هي 10 والزمن اللي ما عندكش تجبد الزمن من ثم، وبطبيعه الحال يكون عندك مشكل تاع الرياضيات ما تجي تجيب الزمن من ثم لتتلقى مشاكل. انا مع بعض نعلمك بطريقه مبسطه كيفاش تتعامل مع هذوما الافكار. اسمع هذوما النقاط الهامه اللي احنا قراوهم في الجزء الاول تاع النووي، تتعلم كيفاش تحسب عدد انويه متبقيه، عدد انويه متفككه، الزمن لازم لتبقي، الزمن لازم لتفكك، تتعلم كيفاش تحسب زمن مميز للتفاعل كما ثابت الزمن طو ولا زمن نصف التفاعل ولا نصف العمر تي ان دومي. زيد نتعلموا ثاني كيفاش نحسبوا كتله متفككه، كتله متبقيه، تركيز مولي متفكك، تركيز مولي متبقي، حجم غاز متفكك، حجم غاز متبقي. وما تكسرش كاع راسك باذن الله تفهم كاع هذا الدرس بطريقه اسطوريه كما نظن نشوفوا. وانا نمشيو نقطه بنقطه باش ما نجوزوا على حتى حاجه ديريكت، لازم نفهموا كلش بطبع باش من بعد نروحوا للتمارين. وفي نفس الوقت مازالوا كاينين تمارين في كاع الوحدات، ما تكسرش كاع راسك. هذا فيما يتعلق بتعريف النواه المشعه. دوكا نشوفوا نقطه اخرى، نشوفوا وشنو هما النظائر. نقطه ثلاثه النظائر، تابع معايا.
كاين بعض الانواع كيميائيه افراد كيميائيه سموهم بالنظائر، مثلا كيما الكربون، كاين كربون 14 6، كاين كربون 13 6، كاين كربون 12 6، هذو نعطيهم نظائر. وقادر فتمين يقول لك هو عرف النظائر، تبش تجي تعرف النظائر ما تحش تجي تقول له هي اللي كيف كيف الزاد وماشي كيف كيف الا، لازم منهجيه تبعها باش تقدر تدي العلامه الكامله والاجابه تاعك تكون بمنهجيه. سما تبع معايا نتعلموا مع بعض كيفاش تعرف النظائر. اول حاجه كما هذا المثال تاع الكربون، على نحب دائما نستعمل هذا المثال باسكو هذا هو اللي تلقى تاع سهوله باش تتفكروا، سي جامي تلف لك بلي هذا كربون 14 هذا كربون 13 هذا كربون 12. ولازم نعرف بلي اغلب الانويه اللي اكزيستيو في الطبيعه عندهم بزاف نظائر هكا، ودي حسابك بلي قد ما الاي يزيد اللي هو العدد الكتلي قد ما الاحتمال باش تلقى نظائر بزاف يزيد. مثلا كيما البلوتونيوم برك هذاك 241 عنده حوالي 15 نظير. فهنا الهيدروجين اللي هو العنصر الاول اللي كان في الجدول الدوري اللي زاد تاعو واحد عنده ثلاثه نظائر اللي هو بروتون ديتيريوم وتريتيوم. سمع سمع هذو ما نعيطولهم نظائر. هذا كربون 12 اللي هو حياته كومبلي وتسمع كلمه كربون، هذا هو كربون 12 6. كربون 13 6 نادر في الطبيعه، هذا النسبه تاعو الموجوده في الطبيعه قليله. وهذا كربون 14 هو الكربون هذاك اللي قريته بكري في الصيام، كربون المشع اللي تلقاه في النباتات واللي الله اعلم تقراوه ثاني في العلوم الطبيعيه ما يهمناش. المهم هذو ما نعيطولهم نظائر. كي يقول لك عرف لي نظائر، اول حاجه تعطيها له في التعريف، تعرف له هذو النظائر واش يكونوا، جزيئات، شوارد، انواع كيميائيه، افراد كيميائية. اسمها لازم تقولوا هي أفراد كيميائية، هي الأفراد الكيميائية التي تحمل نفس رمز العنصر X باسكو قاسي، التي تحمل نفس رمز العنصر X باسكو قاسي، تتشابه في العدد الشحاني Z باسكو قاسي تا، وتختلف في العدد الكتلي A باسكو كل واحد والأ تاعو. اسمها كي يقول لي عارف النظائر نقول له هي الأفراد الكيميائية التي تحمل نفس رمز العنصر X تتشابه في العدد الشحني Z وتختلف في العدد الكتلي A. هذا فيما يتعلق بتعريف النظائر. سما يقول لك عارف النظائر واش تقوله، هي الافراد الكيميائيه التي تحمل نفس رمز العنصر X تتشابه في عدد شحاني Z وتختلف في العدد الكتلي A. هكا نكتفي بهذا الشيء فيما يتعلق بالفيديو الاول هذا اللي هو التمهيد للوحده رقم 2 التحولات النوويه، الجزء الاول التحولات التلقائيه. هذا اشرف مباكس ما لماذا بيا تكون فاهم كاع واش درنا في هذا الجزء، باش في الاجزاء القادمه ان شاء الله نشوفوا كاع القوانين وكاع الافكار اللي تسحقهم ان شاء الله، وربي ينجحكم كاع ان شاء الله باش تولي ليجندري في الماده، يعني تاكل عليكم كاع ان شاء الله، ربي ينجحكم باذن الله. السلام عليكم.